أهي العمرة فعلا يا عم زيد؟ هي والله العمرة. هل استعد أبوك يا عمرو؟ نعم. لا أصدق أني أخيرا سوف أطوف ببيت الله الحرام وتتحقق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. رؤية الرسول؟ نعم يا عبد الله، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية بأننا نطوف ببيت الله خلفه. ماذا بك يا مسعود؟ كم تمنيت الذهاب للعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك ترى قدمي. سوف تشفى بإذن الله. زيد، ألن تحمل سلاحك معك؟ لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم حمل السلاح. سندخل مكة بإذن الله معتمرين لا مقاتلين. انظر يا أخي، هذا شخص آخر يدخل إلى رسول الله منذ أن عسكرنا هنا في الحديبية. نعم، إنه ثالث رسول ترسله قريش. لم يصدقوا أننا أتينا معتمرين كسائر العرب، على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. أرأيكم فيما قاله محمد لرسلنا؟ أتصدقونه؟ ربما يدخل على أنه زائر للبيت ثم يقاتلنا، أليس كذلك يا أبا سفيان؟ لم يكذبنا محمد في القول أبدا يا سهيل، لقد جاء لزيارة البيت ونحن لا نمنع الحجيج عن البيت. إذا توافقون على زيارته للبيت؟ ها، توافقون. لقد ضعفت قريش واللاتي بسبب كبار السن المتخاذلين، ولكن شبابها شيء آخر. إن أتباع محمد يريدون دخول مكة لا واللاتي، لن يمسوا ترابها، لنقاتلهم ولنردهم عنها. وأسرناهم جميعا وعلى رأسهم عكرمة، ورددناهم إلى قريش سالمين كما أمرنا رسول الله. فهيا بنا يا أبا عمرو لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبايعه على ماذا؟ كما تعلم، لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان للتفاوض مع قريش بشأن دخول مكة للعمرة، ولكن جاءنا خبر بموت عثمان. لا إله إلا الله. فبايعنا رسول الله بيعة الرضوان على أن نحارب المشركين حتى الشهادة، فهلم بنا إليه. ترى من هذا الفارس الذي يقترب؟ إنه عثمان عائد، إنه لم يمت، حمدا لله. الحمد لله. يا أبا عمرو، انتهى أخيرا عقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو رسول قريش. حقا؟ فلتخبرني بما حدث. كان علي بن أبي طالب يكتب بنود الصلح، وبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن لا نعرف الرحمن، بل اكتب باسمك اللهم. فأمر رسول الله عليا فمسح الجملة وكتب باسمك اللهم، ثم عاد ليكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. وهنا قاطعه سهيل. لو نعلم أنك رسول ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال له رسول الله إني رسول الله ولو كذبتموني، ولكنه أمر عليا بكتابة محمد بن عبد الله. يا لجرأتهم علينا. أول بنود الصلح أننا لن نعتمر هذا العام، وسنعود إلى المدينة على أن نعتمر العام القادم. العام القادم؟ أسننتظر كل هذا الوقت؟ أليس من المحتمل أن تهاجمنا قريش خلال هذا العام؟ لا، فقد تقرر عقد هدنة 10 سنوات بيننا وبين قريش بلا حرب، ويمكن أن ينضم من أراد من القبائل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد قريش. هذا والله سلام بين القبائل التي تكون في عهدنا وكذلك التي تكون في عهد قريش. بالفعل بالفعل، أي مسلم يأتي من قريش هاربا يرده رسول الله لهم، ومن يعود لقريش من المسلمين لا يردونه لنا. ماذا؟ أنا رد من جاءنا مسلما؟ هذا والله تنازل كبير. هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم بالخير.
سلام سلام سلام، أين الكراهية؟ أين الحقد؟ مر عامان الآن دون أن أشعل نارا جديدة للحرب؟ خائن، ماذا تقول؟ لا شيء يا مولاي إبليس، أي أترك أباي، فأنا لم أفعل شيئا. لن أتركك فأنت السبب، فوساوسك أصبحت عقيمة وقديمة. قديمة؟ نعم، فلنجدد النيران القديمة لتصبح كالبركان. ما بك يا نوفل يا ابن معاوية؟ من أنت؟ أنا لا أراك من بعيد. لا يهم من أنا. أأنت حزين مثلي على تحالف خزاعة مع محمد بعد العهد الذي عاهدته قريش معه؟ نعم، فهذا يمنعنا نحن بني بكر من الثأر من خزاعة. أتتذكر هذا الثأر؟ بالطبع. إذن هذا هو وقت الثأر يا نوفل. كيف ذلك وقريش لن تساندنا؟ عندي خطة. اذهب لشباب قريش وأنا واثق أنهم لن يخذلوك أبدا. شكرا على مساعدتكم لنا يا معشر قريش. هذا واجبنا. فيما تفكر يا صفوان؟ تذكرت أبا سفيان، فماذا سيكون موقفه لما يعلم بما دبرناه معا دون علمه؟ دعك من أبي سفيان الآن، فقد أطفأت خزاعة نيرانها واستعدت للنوم، وهذا هو الوقت المناسب للهجوم. هيا لنأخذ بثأرنا من بني خزاعة.